أيضا رواية البريق أو The Shining التي تركز على حياة كاتب طموح يسعى في تغيير حياته من الظلمات إلى النور، لكن يحصل ما لم يكن في الحسبان من أحداث مثيرة ومرعبة. المزيد من التفاصيل مع جمال بن رفيع، فلنشاهد. رواية البريق تعد الأكثر شهرة ضمن مجموعة روايات الرعب للكاتب الأمريكي المعروف ستيفن كينغ. تركز الرواية التي نشرت عام 1977 على حياة كاتب طموح يدعى جاك تورانس يتعافى من الإدمان. يبدأ تورانس عمله كحارس لفندق تاريخي يسمى إيفرلوك ويقع في جبال كولورادو، ويرافق هذا الحارس أفراد عائلته بمن فيهم ابنه الصغير داني الذي يمتلك البريق، وهي مجموعة من القدرات الروحية التي تتيح للصبي رؤية ماضي الفندق الرهيب. وتؤثر القوى الخارقة التي تسكن الفندق في سلامة عقل جاك، مما يعرض زوجته وابنه لخطر كبير. ومن هنا تبدأ الحبكة وأحداث الرعب النفسي في الرواية، وتخرج الأمور عن السيطرة. تحولت الرواية فيما بعد إلى فيلم رعب وإثارة يحمل الاسم نفسه عام 1980، وحصد الفيلم أرباحاً تقدر بنحو 45 مليون دولار في مقابل ميزانية ب 19 مليون دولار، ويعد الفيلم أحد أفضل أفلام الرعب في تاريخ السينما العالمية، ويحل في المرتبة 63 بين الأفلام الأعلى تقييماً على موقع IMDb. وينضم إلينا من بيروت الناقد السينمائي إلياس دمر. إلياس، أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. نناقش هذه القصة The Shining، يعني من عام 1977 وحتى اليوم، ونحن نتحدث عنها كأنه اليوم طبعت ويعني قوية إلى يومنا هذا. ما الذي جعلها بهذه القوة؟ ما السر وراء هذه الرواية؟ صباح الخير عزيزي هاني. فعلا مثل ما ذكرت، يعني إن كان رواية The Shining أو البعد السينمائي المختلف عبر فيلم ستانلي كوبريك الرائع، فعلا إن كان الرواية أو الفيلم لم يفقدوا من وهجهم، لا بل كسبوا قيمة كما ذكرت عبر هذه السنين، لأن فعلا يعني هذه القصة ولو يعني بنيت على قواعد سهلة، يعني قواعد الحياة وتشرذمها بين هذه الشخصيات من الطفل والتي وهم وأبيه، وسوف نتكلم أكثر عن هذه الشخصيات، لعلها فعلا عكست آنذاك مجتمع أو واقع العائلة الأسرية الأمريكية وحتى ومشاكلها وهوجسها حول العالم، لذلك تفاعل معها القراء وبالتالي المشاهدين لمدى يعني تعارفهم مع هذه الشخصيات وتعبيرها فعلا عن كل مشاكلهم العاطفية. لذلك يعني ستيفن كينغ يعني والمعروف يعني حسب اسم عائلته هو The King of Horror، استطاع بكتابته التشويقية والمرعبة أحيانا أن يعني يكتب أحد أروع القصص في تاريخه السردي الأدبي. نعم إلياس، غالبا الانتقال من القصة إلى الفيلم بتفقد بعض من التفاصيل. إلى أي مدى استطاع اليوم المخرج وكاتب السيناريو الحفاظ على كافة التفاصيل الموجودة في هذه القصة ونقلها إلى الفيلم؟ سؤالك جد مهم عزيزي، وخاصة أن نحن هون بعتقد يعني هذه من المرات القليلة يعني الاقتباس من القصة والمرور من العالم من الكتاب إلى الفيلم كان أروع بالنسبة لي، خاصة أن ستانلي كوبريك يعني حتى عدل بسيناريو القصة، وحتى اختلف معه ستيفن كينغ في العديد من التفاصيل، لدرجة أن ستيفن كينغ قام لاحقا بكتابة سيناريو لفيلم تلفزيوني هو بنفس الاسم The Shining. ولعل أروع ما في هذا الفيلم كيف بنى ستانلي كوبريك هذا العالم اللغزي، ولو كان هو يتكلم عن مشاكل العائلة الأمريكية والتي يعني اقتبسها يعني العديد من أفلام منها كرامر فيرسس كرامر دراميا في السنة التي قبلها وحاز على 4 جوائز أوسكار، أتى هنا ستانلي كوبريك وذهب إلى بعد فلسفي لغزي، بحيث أن المتاهة حتى في هذا الفيلم التي نجدها ليست هي فقط المتاهة في باحة فندق أوفرلوك،
هي المتاهة الداخلية الموجودة في هذه العائلة، وكيف أن هو تطرق إلى موضوع البريق الذي ذكرتموه وهو عنوان الفيلم، ليس فقط بريق الشخصيات أو البريق الذي نراه في عيونهم، ولكن بريق الذكاء، بريق البصيرة الذي نراه عند أكثر الشخصيات ذكاء، وهو شخصية داني، هذا الطفل الذي يستطيع وحده أن يحل هذه المتاهة ويخرج منها سليما، بعكس المتاهات التي رأيناها في أفلام مثل لاستيل أن مريم باد، وكان لها بعد فلسفي يمكن فقط فهمه وليس حله. نعم، تحدثنا عن الحبكة، تحدثنا عن المخرج، عن السيناريو وعن الكاتب، اليوم أهمية اختيار الممثل الصحيح جاك نيكلسون في البطولة، وتحدثنا عن داني الطفل الموهوب. إلى أي مدى تثري أو يثري هؤلاء الشخصيات العمل بحد ذاته، اختيار الشخصيات بالطريقة الصحيحة؟ يعني بدي شركة كوني وشركة المشاهدين بتجربة شخصية، يعني هون معي تذكرة مشاهدة The Shining اللي سنحت لي فرصة نشاهده سينمائيا في لندن في 3 نوفمبر 2012 الساعة 45 دقيقة. هذا التاريخ كتير مهم لألي لأنه أنا ما تمكن لأن أحضر هذا الفيلم سينمائيا إلا بوقتها، وبأكد لك أنه فعلا نرى هون قدي في إدارة إخراجية للممثلين مبدعة ورائعة من قبل ستانلي كوبريك. يعني ذكرت أنت هذا الفريق العمل وعلى رأسه جاك نيكلسون الذي أبدع في تشتيت هذا الدور، وكان له الفضل في الإبقاء واختيار الممثلين مثل شالي ديفال، مثل الممثلة شالي ديفال وسكت من كروذرز الدور المساعد جد المهم في الفيلم، ولولا فضله هو لما يمكن اقتنع حتى ستانلي كوبريك بكل هذه الشخصيات، ونرى كيف ستانلي كوبريك أنهك ممثلينه وبالتحديد جاك نيكلسون الذي كان يعود كل يوم بحسب أقوال صديقته أنجليكا هيوستن في وقتها، التي قالت أنه كان يعود كل يوم ويقع على فراشه منهك من التعب، ووصل به ستانلي كوبريك حد يعني الضغط على ممثلينه من أجل إخراج الأفضل منهم إلى حد الإحباط. يعني شالي ديفال كان يقول لكل فريق العمل لا تتعاطفوا مع ويندي أو شالي ديفال، حتى قالها لابنته التي كانت الحاضرة الوحيدة من عائلته خلال تصوير هذا الفيلم، لتصوير ولأول مرة وحيدة كواليس هذا الفيلم أو الميكينج أوف. يعني لهذا الدرجة وضع ضغط كبير على ممثلينه وأبكاهم، وأبكى حتى سكات من كروذرز، يعني في بعض الأماكن يعني بعض المشاهد قال سكات من كروذرز لسالي كوبريك ماذا تريد مني أكثر مستر كوبريك، ولكنه في بعد آخر كان متعاطف جدا، وخاصة مع شخصية داني الذي لعبها داني لويد، كان عمره 6 سنوات في وقتها، ولم يسمح له بمشاهدة هذا الفيلم لحد بلوغ عمر 17 سنة لكثرة ما هو هذا الفيلم مربك وفعلا مخيف. نعم، طب الياس ليه دائما الأفلام بتاخد شهرة أكثر من الكتاب الأصلي الموجود؟ صدقني لأنه درجة التعاطف في السمعي والبصري للمشاهد أسهل من أن القارئ يكون موجود يعني أمام هذه القصة والتي بيعت بملايين النسخات من يعني التفاعل معها. لذلك وخاصة يعني في الطريقة الرائعة التي أخرج بها ستانلي كوبريك، والتي استعمل حتى لأول مرة في هذا الفيلم تقنية ستاديكام عبر مخترعها ومشغلها لهذه الكاميرا جاريت براون، والذي كان متواجدا على هذا الفيلم وفيلم آخر روكي 2 كانوا يصورهم في نفس الوقت، استطاع أن يكون مبهر تقنيا، لذلك تكون درجة التفاعل مع الفيلم أكثر من الكتاب، ولو كان فعلا أيضا الكتاب على درجة كبيرة من الروعة الأدبية. لذلك نرى هنا الترابط والتفاعل بين المشاهد والفيلم كان على هذا الدرجة من نجاحه، مثل ما ذكرتم يعني حقق أرباح طائلة حوالي 60 مليون دولار من بعد فشل ذريع لآخر فيلم كان لكوبريك، وهو يعني كان يحاول جاهدا الخروج من هذا الفشل بفيلم باري لندن الذي من حوالي 12 مليون دولار كرأس مال فقط حصد حوالي 200 ألف دولار عالميا. ويقول كوبريك أن المخرج صحيح ليس هدفه الأساسي أن يسعى إلى النجاح، ولكن يجب عليه أن يتفادى الفشل لكي يستطيع أن يخرج الأفلام التي يحبها. فعلا لا يمال الياس دمر، كنت معنا من بيروت الناقد السينمائي، شكرا جزيلا لك. والآن إلى الاختصاص مع مها.